العدوان الاسرائيلي ما زال مستمر. خلاص بعد ما كان في هدنه والدنيا كانت ماشيه بشكل كويس وزي ما وضحنا في الاخبار حصل تبادل المدنيين اللي كانوا محتجزين هنا او هنا وحتى العالقين عبر معبر رفح، لقينا الدنيا بمعنى بسيط كده رجعنا تاني لمربع صفر. بدات العمليات العسكريه على اشدها مره تانيه، بدا برضو استهداف الاطفال واستهداف النساء واستهداف حتى المستشفيات زي ما حضراتكم عارفين. يعني محتاجين نناقش الامور دي بشكل مختلف. هيكون ضيفنا النهارده سعاده السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، نورنا ومشرفنا. مساء الخير يا فندم. خلينا نتكلم الاول عن الهدنه يا فندم مع حضرتك. كان لها مكاسب اكيد، حضرتك من وجهه نظرك اهم مكاسب الهدنه ايه اللي هي استمرت الفتره اللي فاتت؟ يعني بداية النهارده 7 ديسمبر مضى العدوان الإسرائيلي بدأ حضرتك بعد هجمات حماس يوم 7 أكتوبر، ففي شهرين مضى وخلال الشهرين الماضيين شكل الشرق الأوسط ومستقبل الشرق الأوسط اتغير. تمام. وبغض النظر هذا العدوان هينتهي إلى إيه والنتائج اللي هيؤدي إليها وبعدها ممكن يعني نتكلم عنه. الشرق الأوسط في الأيام القادمة لن يكون قبل ما كان عليه في 7 أكتوبر، سواء العلاقات بين في إطار الحديث عن العلاقات العربية الإسرائيلية أو العلاقات الفلسطينية أو العلاقات العربية مع الدول التي أيدت ووقفت إلى جانب إسرائيل حتى هذه الساعة في عدوانها على 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 فلسطين وعلى غزة. كذلك حضرتك يجب أن نضع في الاعتبار الخطط الإسرائيلية المستقبلية بالنسبة للقضية الفلسطينية. الهدنة يعني برضو إحنا ما بين نستخدم حضرتك المفاهيم يجب أن نكون حريص. إسرائيل عمرها ما تحدثت عن هدنة. اللي تحدث عن هدنة إنسانية كان الجانب العربي بما في ذلك مصر، الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية. أو خلينا نكون واضحين، مصر وقطر والولايات المتحدة في الاتفاقية الأخيرة، مظبوط؟ والدول العربية حق في سواء في خصوصا في القمة العربية الإسلامية المشتركة، مظبوط صح حق. وكذلك في قرار الجمعية العامة وقرار مجلس الأمن الذي دعا إلى هدنة. لكن إسرائيل لم تتحدث عن هدنة، وأنا أحب أوضح النقطة دي. إسرائيل عندما قبل أن يبدأ في سريان الهدنة، إسرائيل قالت على لسان رئيس الحكومة، قالت إنه دوت حضرتك وقفة تكتيكية صغيرة في عملياتها العسكرية أو في حملاتها العسكرية على غزة. لكن بغض النظر عن التعريف الإسرائيلي، الهدنة الإنسانية اللي استمرت أسبوع أدت طبعا إلى إدخال المزيد من المساعدات، كم من المساعدات، لكن برضو هذا الكم من المساعدات لا يفي بالاحتياجات الكلية لقطاع غزة. يعني حضرتك خلال السبعة أيام الهدنة الإنسانية حوالي حضرتك 300 شاحنة دخلت، بينما قبل 7 أكتوبر كان 500 شاحنة بتعبر يوميا عبر المعابر المختلفة، سواء المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة أو معبر رفح. أنا عارف أن الإجمالي أكثر من 3000 شاحنة عبروا على مدار الفترة اللي فاتت. من إمتى؟ من سبعة، من ساعة ما بدأنا نفتح المعبر أو من الطرف الآخر يعني. يبقى إحصائية حضرتك يعني هنعتمد عليها 3000. نعتمد عليها. لكن برضو حضرتك لا يفي بالاحتياجات باعتراف. لكن عموما حضرتك يعني عملية اختزال ما يحدث في قطاع غزة في الشاحنات، طبعا ده إنسانيا من الناحية الإنسانية طبعا مطلوب وحاجة يعني مش هقدر استخدم كلمة نشيد بيها في وسط المأساة اللي احنا بنعيشها في قطاع غزة. صحيح. لان طبعا هي مأساة بأي مقياس، هي مأساة مأساة عربية، مأساة إسلامية، ومأساة فلسطينية، ومأساة إنسانية، في يعني مأساة دولية لكل العالم. فحضرتك النهاردة
أهم شيء هو وضع حد للعدوان الإسرائيلي، لأنه حضرتك لما تشوف الإحصائيات التي تنشر في الخارج عن عن مصادر غربية ومصادر أمريكية عن حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة، حضرتك صعب تخيله لدرجة أنه المؤرخين للحروب بيقولوا أنه يعني كما تعلم حضرتك في الحرب العالمية الثانية حملة القصف الجوي اللي تعرضت لها المدينة الألمانية دريسدن واللي تعرضت إليها كولون وهامبرغ كانت طبعا بيضرب بيها الأمثال في ذلك الوقت، الحرب العالمية الثانية تقريبا، الحرب العالمية الثانية خصوصا دريسدن، خصوصا مدينة دريسدن في ألمانيا. النهاردة حضرتك المؤرخين العسكريين بيقولوا أن حجم والقنابل اللي بنتكلم عليها سقطت على دريسدن ده على مدى سنة أو سنة ونص. تمام. المؤرخين العسكريين حضرتك يقولون اليوم أن حجم القنابل وكمية القنابل التي أسقطتها الطائرات الإسرائيلية في عدوانها على قطاع غزة من 7 أكتوبر لغاية النهاردة تفوق ما تم إسقاطه على هذه المدن الألمانية مجتمعة.